شاء الله تعدي سانجو سانجو كورة ونشرب وانجو واحدة واحدة ان شاء الله حشيش بدين حلوين سانجو سانجو بانجو وسانجو يا نهار ابيض العرض لساك من حلاوتك يا جميل يا غزال ما تحن شويه على العيال طب مصلحه ولا مروحه ايه النظام ده كده حرام والنبي كوكو وناقص له وش دوكو Thank you.
بلاش نظرة اللوم دي يا أمي، كان لازم حد ينقذها. لو كانت أختي إيمان الله يرحمها مكانها كنت عملت إيه؟ أنا راضي بقضاء ربنا، بس بلاش نوايا يا أمي. ربنا يوقف لك أولاد الحلال يا سامي يا ابني، ربنا يظهر الحق. افتح الباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شوية البكا يا حاجة، أنا قريت استجوات سامي وحاسس إنه بريء. أحسن لك تشوفي لي محامي كويس يقف جنبه. ده أنا بيع كل اللي حيلتي في الدنيا وأشوف محامي يساعد ويقف معاه. خدي الكارت ده يا ماما وروحي للأستاذ مدحت مختار المحامي. محامي كويس، أنا هكلمه وهو هيقوم باللازم. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا ينجيك من كل دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح يا ابني الباب. ده كل اللي حيلتي في الدنيا، خدهم أتعابك يا أستاذ. شيلي فلوسك وحاجتك يا حاج، الأول بس أعرف إذا كان ابنك بريء ولا لا. ابني بريء ومظلوم، هو اللي دافع عن شرف بنت في الزمن الأخبر ده، يبقى إيه؟ أنا هرجع المحاضر، ولو كلامك ده طلع مظبوط أنا هقف مع ابنك للآخر ودافع عنه من غير ولا مليم، بس الأول سيبيني أقابله وأتأكد إذا كان ظالم ولا مظلوم. إلهي ربنا يسترك، إلهي ينجيك من كل ضيقة ويوقف لك ولاد الحلال. أنا متشكرة أوي يا عم صبحي، هخلص وبعدلك. أنت تأمر يا دكتورة. اتفضلي يا دكتور حمدي. انا مش حمدي على المحضر ده. مفيش داعي للزرجانه دي يا دكتوره نسمة. زرجانه؟ الحق اليومين دول بقى اسمه زرجانه. حضرتك عارف كويس قوي ان المبيدات دي محظوره. ما انت عارفه يا دكتوره اكتر مني ان في تعليمات من اللي فوقي واللي فوقك بالموافقه عليها. ولما هو موافق بتعرضوها علينا ليه؟ ولا ايه يا دكاتره؟ خلاص يا دكتوره، أنا هعتبرك ما حضرتش اللجنة. وأنا مش هشوف جريمة زي دي وهسكت. جريمة إيه يا دكتورة نسمة؟ خدي بالك من كلامك. أنا واخدة بالي كويس قوي من كلامي. عن إذنك. خير يا دكتور؟ في إيه؟ اسمع يا أشرف، في اللجنة كانوا عايزين يمضوني على مبيدات محظورة، وأنا رفضت إن أنا أمضي، لكن أنا واثقة إنهم هيزوروا الفواتير ويدخلوها بأسماء تانية. معقولة يا دكتور؟ هو ده اللي حصل. ممكن أطلب منك خدمة؟ تحت أمرك. أنا قدرت أحصل على عينات، ممكن تحللها لي؟ طبعاً ممكن. هي فين العينات دي؟ أنا هشتغل فيها بإيدي وأسناني، بس أنت عارفة دكتور ده موضوع مش سهل، محتاج وقت. Take your time، بس الموضوع ده سر بينا. عيب يا دكتور، سرك في بير. يلا تفضل. الأفوكاتو بتاعنا عامل إيه؟ نسمة كويس؟ صدقني كنت لسه في بالي. يا سلام، خدهم بالصوت. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتعشى في حته هاديه. بمناسبه ايه؟ بمناسبه اني طلبت ايدك من 5 سنين، من قبل ما تسافري البعثه بتاعتك، واديك رجعتي. تقدري تقولي هنتجوز امتى؟ قريب، قريب قوي يا مدحت. بس انا النهارده جاي لك في شغل. ما دام شغل يبقى نتعشى بره، وتدفعي انت الحساب اتعب. انا بتكلم بجد يا مدحت. في ايه يا نسمه؟ قلقتيني. مش هينفع ترفع قضية يا نسمة. وأنا مش حاضر أشوف مصيبة بتحصل قدام عينيا وأسكت. اسمعي يا نسمة، النوع ده من المخلفات اللي بترفعها النيابة، بس إحنا ممكن نقدم شكوى الأول في الرقابة الإدارية. بس المهم المستندات، تقدر تجيب أي مستندات تثبت كلامك ده؟ هحاول. هشام، هات لي حبيبي دوا القلب من على الترابيزة. حاضر يا ست، وارحمي نفسك بقى من شغل الخياطة ده، هو ده اللي جايب لك العيا. اتفضلي يا ست. يا واد بطل غلبة وروح شوف مين على الباب. حاضر، يا رب ارحمني من تعب القلب ده. صباح الخير. صباح النور، مين حضرتك؟ أنا هند. عايزة إيه؟ ليكي حق تكلميني كده. بس أنا عذراكي، أنا والله ماليش ذنب في اللي حصل ده خالص.
أنا بنت ناس ومتربية وأعرف الأصول كويس. متربية وتعرفي الأصول كويس؟ في واحدة تروح مكان زي اللي كنت فيه بعد نص الليل؟ ما تظلمينيش، ما تبقيش انتي والزمن. أنا كنت راجعة من الشغل ومروحة البيت، أنا بشتغل ممرضة، شغلي بيبقى فيه نبطشيات، ممكن أروح الفجر. لو بنتك كانت في مكاني كنت هتكرهيها عشان سامي دافع عنها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي يا بنتي اقعدي. سامحيني حبيبتي، اعذريني إن كنت ظلمتك. معلش، الدنيا دقت في وشي. سامي ابني هو اللي كان فاضل لي في الدنيا بعد أخته الله يرحمها هي وجوزها ماتوا في حادثة وسابوا لي هشام. مين اللي هيربي هشام بعد كده؟ ربنا يديكي طولة العمر يا خالتي، وإن شاء الله سامي هيخرج بالسلامة بإذن الله. ربنا على الظالم يا حبيبتي. قول لي يا سامي، أنت بتصرف على عيلتك منين؟ قصدي يعني بتشتغل إيه بالظبط؟ حكاية الشغل دي صعبة أوي على اللي زيها في الزمان ده يا أستاذ. أنا خريج جامعة من 12 سنة، زي كام مليون شاب، لا شغل ولا مشغلة ولا وصل ولا سفرية. يعني حضرتك تقدر تقول عليا عاطل. الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن أقدر أجيب منها فلوس هي الملاكمة، حبيتها من صغري. كنت بتدرب في مركز شباب جنب البيت، لعبت كتير وكسبت كتير ولعبت على فلوس، وصل بيا الحال إني بتراهن من تحت الترابيزة. كنت بموت نفسي عشان أجيب أي فلوس تساعدني على المعيشة، بس إذا المرة دي حسبتها غلط. رهنت على الخير والجدعنة والشهامة، بس للأسف للأسف يا أستاذ خسرت. خسرت يا أستاذ. ما تقولش كده يا سامي، أوعى أبدا تندم على خير أنت عملته. أنت أنقذت بنت غلبانة. صحيح، هي عاملة إيه دلوقتي؟ غريبة إنك بتسأل عليها مع إنها هي السبب في كل اللي حصل. عشان ملهاش ذنب، دي بنت غلبانة ضحية زيها بالظبط. شوف يا سامي، أنا هكلمك بصراحة، أنا ما وعدكش إنك ممكن تاخد براءة، بس أوعدك إني هعمل كل جهدي. بس أنا بريء يا أستاذ. أنا عارف ومتأكد، بس في حاجة اسمها ظروف وملابسات وأدلة وسلاح عليه بصماتك وأصحاب القتيل اللي شهدوا عليك، خصوصاً إن مفيش حد تاني شاف الجريمة. هو ده جزات إني شفت جريمة بتتم قدامي، ما قلتش ساكت؟ هعمل اللي أقدر عليه يا سامي، وأنا معاك للآخر إن شاء الله. ربنا ينجيه ويفك ديته، ده جدع شهم وابن حلال وما يستاهلش اللي هو فيه دلوقتي. اتفضل الشاي يا ابني. متشكر يا حاج. وأنت يا هند بتشتغل ممرضة مش كده؟ لا ما خلاص، ما ده كان قبل المصيبة ما تحصل. مش فاهم. أصلهم رفادوها بعد الحادثة، قالوا عليها سيئة السمعة. حسبي الله ونعم الوكيل، كانت بتساعدني، بتاخد وردية فوق ورديتها. أنا راجل صاحب عيل، والحال زي ما أنت شايف نهايته. ربنا يجازيهم. ده الكارت بتاعي، أنا ممكن أساعدك في موضوع الشغل يا هند. ربنا يكرمك يا ابني. متشكرة قوي يا أستاذ. بس كنت عايز أسألك كم سؤال. اتفضل حضرتك. دكتورة نسمة؟ أيوة. خير يا حضرة الصبح؟ معايا إذن من النيابة بالقبض عليك. قبض عليا أنا؟ طبعا أنت عارف يا عادل بيه إن وجودك في التحقيق غير قانوني، لكن أنا مقدر إن الدكتورة تبقى أختك. انا عارف ومتشكر قوي يا هاني بيه. ممكن اعرف الدكتوره نسمه متهمه في ايه بالظبط؟ الدكتوره متهمه باصدار موافقات على مبيدات محظوره وبالمستندات. مش دي امضتك يا دكتوره؟ ايه ده، الامضه دي مش بتاعتي، مش امضتي يا مدحت، شبهها لكن مش امضتي. هاتي نسمه. انا بطعن بالتزوير في الورقه ده، وبطلب تقديمه للطبيب الشرعي، وبطلب كمان الافراج عن الدكتوره نسمة حالا. حضرتك عارف اني ما اقدرش افرج عنها وهي لسه على ذمه القضيه. يعني انا اللي متهمه؟ انا اللي متهمه وكمان هتعجزوني؟ طب ليه؟ معلش يا نسمة، ده اجراء لازم يتعمل. افتح التحقيق يا ابني. المتهم سامي شريف سليمان. افندم النيابه تتفضل. الساده اعضاء هيئه المحكمه المؤقته، سيد الرئيس، الساده المستشارين، من الواضح لعداله المحكمه مدى الجرم الذي ارتكبه المتهم
في حق المجتمع، وما يحكيه المتهم عن دفاع الشرعية عن نفسه أو عن هذه الفتاة مجرد أكاذيب. فالقضية سيد الرئيس ليست كما كيفتها النيابة على أنها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ولكن الوصف الصحيح لها والمؤيد بأقوال المجني عليها هند لطفي عبد المحسن أنها ليست إلا دفاعاً شرعياً عن الغير وعن النفس. ومن الثابت أيضاً من أوراق القضية أن المتهم شاب عاطل. البطالة سيد الرئيس ليست اتهاماً يوجه إلى المتهم، البطالة واقع. فتقرير الطبيب الشرعي يثبت أنه لم تكن هناك واقعة اغتصاب. أنا مش عارف سيادة القاضي النقطة دي تحسب للمتهم أم تحسب عليه. هينبغي أن تحدث الجريمة ثم نتدخل لمنعها؟ وأن السلاح المستخدم في جريمة القتل يحمل بصمات المتهم. بالنسبة للبصمات التي وجدت على سلاح الجريمة فهي تخص كل من المتهم والقتيل معا، وهذا يدل أنه قد دار بينهما شجارا حادا اضطر فيه المتهم للدفاع عن نفسه فاستقر سلاح الجريمة. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن سنة مع الشغل. زمل احنا جايين نحييك التحيه دي عشان تعرف ان السجن له كبير، واما نقول لك ما تتاجرش في الصنف يعني ما تتاجرش في الصنف. وماله انت اخ عزيز؟
تشكر يا زمل. على ايه ده قال له واجب؟ جميلك ده في رقبتي لاخر يوم في عمري. كانوا هيموتوك ليه؟ من غير ليه؟ اسم الكريم ايه؟ سامي. اخوك شوقي. انت جاي في ايه؟ قتل. عشت الجدعانه. بس على حق. على حق طبعا. شوقي، حد كان بيتخانق معاك؟ ايوه يا عيد. الحمد لله ان الخناقه خلصت قبل ما اوصل. كنت هتعمل ايه يعني؟ الدم كان هيبقى له الركب. انا بقالي كتير ما دبحتش حد. جسمي فاير. الجدع ده منهم ولا لا؟ ولا يهدى. لا لا، الحمد لله انك نطقتها بسرعه. اتكتب له عمر جديد. خد دي عشان ما تزعلش مني. هديه مني ليك. ولا الحاجات دي ما فيهاش هزار. في ايه اللفه دي؟ دي فيها بوم بس اختراع محلي وحياتك. عارف الواد ده كان خد فرصته وكان هيبقى اكبر خبير متفجرات. كان واخد فرقه في التجنيد بس البانجو لحس دماغه. ما واضح اهو. بقول لك ايه؟ عايزين نعمل اكله نرمي بيها عضم الراجل ده. احلى اكله. هو الاخ اسمه ايه؟ محسوبك سامي. اتفضل يا ابو سام. اتفضل. يلا يا ابو سام. تتحديني يا دكتوره وتروحي تشتكيني في الرقابه والوزاره؟ تتحديني ولا ايه؟ واتحدى العالم علشان مبادئي وقيمي والناس اللي انا عايشه وسطيهم. انا ما خدتش الدكتوراه بتاعتي من بره ورفضت 3 عروض من الجامعات علشان يبقى موقفي سلبي. انت فاكره نفسك هتغيري الكون؟ انت موقوفه عن العمل بسبب القضيه اللي انت متهمه فيها. انت عارف ان القضيه دي متلفقه لي والتوقيعات دي مش توقيعاتي. الكلام ده هتبقي تقوليه في النيابه يا دكتوره. ماشي يا دكتور، بس خد بالك انا هفضل وراك لاخر لحظه في عمري. قولي يا حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله يا امي. معلش يا امي انا مش قادر اعمل اي حاجه. صحيح وانا معاكم بره ما كنتش بقدر اساعدكم قوي، بس وجودي معاكم يعني حسك في الدنيا. ايه حسك في الدنيا؟ وبعدين انت عارف امك ب 100 راجل. طمنيني انتوا عايشين ازاي؟ جرى ايه يا خالي؟ انت ناسي ان في راجل مكانك في البيت ولا انا مش مالي عينك يا سمسم؟ بركة فيك يا اتش، بس خلي بالك من ستك. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا عم لطفي؟ ازيك يا سامي؟ فاطمه عزيزه. الحمد لله. الله يخليك. ازيك يا سامي؟ عامل ايه؟ اتفضل يا عم لطفي. ربنا يكرمك. وتسلم رجليك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. دايما تعبينكم كده يا هاني. دي اقل حاجه ممكن نعملها لك يا سامي. مش عارف اقول لك ايه. مفيش زياره بتفوتيها ودايما بتكلفي نفسك. عايزك يا سامي يا ابني. خير يا عم لطفي. كل القرشين دول خليهم معاك. ينفعوا الست الوالدة لحد ما تخرج لهم بالسلامة. كان نفسي يكونوا أكتر لكن دول اللي أنا قدرت عليهم. خلي الفلوس معاك يا عم لطفي. الحمد لله مستور. يا ابني ده أنا زي والدك. شاكريني أوي يا عم لطفي. تعال. بتقولوا إيه؟ أبداً، بقولوا بنتك حلوة يا عم لطفي. أنت اللي عينيك جميلة وبتشوف الناس كلها حلوة. طمنيني عاملة إيه؟ لقيت شغل ولا لسه؟ آه الحمد لله، الأستاذ مدحت شغلني في مكتبه. الراجل ده مفيش زيه في الزمان ده كتير. ربنا يقدرنا على رد جمال. عايز 5 دقايق وانا حضر له الصبح. خلي بالك من نفسك يا سامي. وانت كمان يا هاني. خد بالك من نفسك يا ابني. خلي بالك من نفسك يا ام. لغايه ما يطلع تقرير الطبيب الشرعي بتزوير امدادي على المستندات. ممكن نقدم المستندات دي لها؟ صعب. دي مجرد صور لمحاضر اللجان اللي وافقوا فيها على دخول المواد المحظوره. هو ده اللي قدرت اجيبه. بس في غيرها كتير. انا عايزاك تعرف ان اللعبه دي شغاله بقالها سنين حتى قبل ما ارجع من البعثه. ده غير انهم كانوا بيزوروا الفواتير وبيدخلوا المواد باسماء تانية مش محظوره. اتفضلي يا دكتوره، نورتي المكتب. ميرسي يا هاني. تسلم ايدك. تسلم. تؤمر بحاجه تانية يا استاذ؟ شكرا يا هاني. طبعا اذنك. اتفضلي. المشكله ان كل الاوراق دي صور، يعني اي طعن فيها المحكمه هتقبلها على طول. احنا محتاجين اصول. ميعاد القضيه قرب قوي. هحاول ادور على دكتور عبد العليم. انا عارفه ان هو كان واقف لهم لغايه لما زهقوه هددوه مشي وساب لهم الدنيا، بس انا عندي امل في نتيجه التحليل هي اللي هتحسم كل حاجه. اسمعي يا نسمه، القضيه دي مش سهله. لازم يكون في ايدينا دليل قوي لادانته. الناس اللي احنا بنتهمها دي ناس مهمين وشخصيات عامه. دي هتكون اهم قضيه راي عام في مصر. وبعدين هنعمل ايه؟ صفقه المبيدات دي عامله لي هيد كبير في دماغي. ما تقلقش يا دكتور، انا هخلص الموضوع ده. حاضر. هتخلصها ازاي؟ الناس كل يوم يكلموني بيلحقوا عليا وانا مش عارف اتصرف ازاي. الاكل عجبكم؟ حلو قوي يا رافض بيه. والعربيه الجديده مريحاك؟ اخر راحه، مفيش بعد كده.
وانت يا دكتور امين، شقه جديده واسعه ومتشطبه لوكس مش كده؟ ورصيدك ارتفع في البنك وبقى مبلغ محترم. كله من خيرك يا رأفت بيه. ولما هو كله من خيرك مؤخرين الشغل بتاعي ليه؟ رأفت بيه احنا رجالتك وياما خلصنا لك شغل كتير، معلش استحملنا المره دي. لا يا حبيبي، ده بيزنس والبيزنس ما فيهوش عواطف. حقكم خدتوه، ادوني حقي. شغل سعادتك هيخلص والشحنه هيتصرح بيها 3 ايام ويكون شغل سعادتك جاهز على مكتبك. الموضوع ده انا نسيته، ما اعرفش حاجه عنه وما عنديش استعداد اخد فيه تاني. يا خساره يا دكتور، املي فيك كان كبير قوي. مفيش فايده يا نسمه، حتى الدكتور مربي الاجيال خايف يقف مع الحق. كلمه اخيره يا دكتور، ذنب الناس دي هيكون في رقبتك. انا حاربت كتير، وقفت ضدهم كلهم لوحدي، وفي النهايه خسرت كل حاجه. كانوا هيدخلوني السجن، انا عايز اربي ابني واعيش. وكلم الناس اللي اكدوا لي ثقتهم فيك. اعتبريه مش صحيح. يلا يا نسمه، مفيش امل. خلص الحتتين اللي في ايدي دول النهارده، اصحابهم مستعجلين عليهم. ايوه بس الدنيا مطرتش يا خالتي. معلش يا بنتي، انا مش عايزه اخسر الناس، انا محتاجه كل قرش لحد سامي ما يطلع بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخرجه بالسلامه. انا هقوم اعمل لحضرتك كوبايه شاي. تعبينك معانا يا بنتي. ما تقوليش كده يا خالتي، ده انت في مقام امي الله يرحمها. ربنا يكرمك يا بنتي ويفك دقتك يا سامي. يا بنتي نفسي اشوفك يا بنتي. انا عملت لك شايفه الخمسين اهي، هيعدل ما خالتي. سيبك شويه مع قرايبك. بقى ايه في حياتك يا سامي؟ حياتك الباقيه يا بنتي. وانت عشان ما تعيطش، دلوقتي كبرت ما بقتش صغير. خلي بالك من نفسك ومن هنا لغايه المغرب. حاضر يا خالي. ليه عندك طلب يا هند؟ من عينيا يا سامي. خدي الشام كام شهر الفاضلين دول لغايه المغرب. انت عارفه ملوش حد غيري. من غير ما تقول، ده في عينيا من جوه. يا سايبه القلوب حزينة ما فرحتش ليلة، يا واخدة العزيز والغالي وأيامنا الجميلة. يا سايبة القلوب حزينة ما فرحتش ليلة، يا واخدة العزيز والغالي وأيامنا الجميلة. يا دنيا غدارة من زمان والطيبين مالهمش مكان، يا دنيا غدارة من زمان والطيبين مالهمش مكان، عايشين بدموعهم في عينيهم وأفراحهم قليلة. عم منك شاي وقرفنا، ده كان هتوحشنا أبو الشوق. زدمان شهادة الصول، احتمال أرجع لك تاني على طول. يا ولا تأخرت ليه؟ معلش كان عندي مشاكل مع حضرة الصول. خلاص يا ابو الاشواق، بقول لك ايه، لو عاوزت حاجه جوه السجن او بره السجن ابعت لي على طول، هتلاقيني جنبك طول عمرك. مجد يا ولا، كلها شهر وحصلك ان شاء الله. بقول لك ايه، ده عنواني، اول ما تخرج لازم تجي لي على طول. طبعا انت عارف عنواني. اه عارفه طبعا. بقول لك ايه، قول. خد ال 10 جنيه دي روق بيها نفسك، انا عارف انك خارج مفلس، بس عايزك تعمل لي خدمه. عدي على العزبه بتاعتي ولم الايراد وهات لي بيه كام باكيت بانجو كده. بانجو؟ النبي انت مقطوع لما تاخد طريحه مني. طريحه الصول، انت كل شويه هتزنك مني. ما تكون عندك خلاص خلاص. يلا يا شوقي، اجراءات الافراج بتاخد وقت. ثانيه واحده على الصول. وسام حبيبي شوف على خير يا زمر. ان شاء الله. سلام يا صاحبي. ولا انت ولا بدي، يلا حد الصول. كاميليا انت وحشتني.
شوقي شوقي قوم يا حبيبي. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور يا حبيبي. قوم خد شاور تعالى معايا الكلوب. لازمين انت وانا هحصلك. اوكي يا حبيبي. مفاتيح انا بيدك اهي. والفلوس في الدرج ما تتاخرش يا روحي. مالي يا نعم يا حبيبي اؤمر. قولي شلون انا خرجت من السجن. سيبيني اعمل المفاجاه. اوكي يا روحي. عمر يا برنس. لولو بيه موجود؟ لولو مين ان شاء الله؟ هو لما يشوفنا هيعرفني. شوقي نصر اكتع بودي جارد في مصر. لولو بيه كمارة باشا الكبير. وحشنا شوقي. وانت كمان. انا زعلان منك. معاش اللي زعلان. ازاي تخرج من غير ما اعرف؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. عاش يا شوقي. تعيش يا لولو. تعالى بيت كاسينو. اتفضل. كاسينو بوسي. اكتع كاسينو بوسي. والله سلامات يا شوقي. تعيش يا كبير. كاسك يا شوقي. ضرب يا شوقي. انت من ساعة ما رحت سويسرا مفيش حد قادر يسد مكانك هنا. كل حاجة بعملها بنفسي. أنا رقبت ليك يا لولو. أؤمر. لا حبيبي. ده تاخد كاسك تتعشى الأول ونسهر سهرتنا وبعدين أحكي لك. بصحتك يا شوقي. بصحتك. وبعدين يا دكاترة عدى شهر مش ثلاث أيام. احنا مش بندفع لكم المبالغ الكبيره دي عشان نتاخر بالشكل ده. طب الشحنه الاولانيه وقلنا ماشي، انما كل شحنه هتعملوا لنا الشغلانه دي. قلت لسعادتك في مشاكل داخليه بس في طريقها للحل يا رأفت بيه. مشاكل ايه؟ انت عارف لو ادهم بيه عارف بالتاخير ده ايه اللي ممكن يحصل؟ هو لحد دلوقتي ما عندوش خبر بحاجه، فاكر الامور ماشيه عادي. ان شاء الله هتمشي عادي، بس الموضوع بتاع الدكتوره نسمه مخلي الجو مكهرب. القضيه بتاعتها لسه معلقه والعيون ما بحلقها فينا. احنا ملناش دعوه بالكلام ده. انتوا قبضتوا العربون والعمليه دي لازم تكمل. ايه هي الفلوس اللي بتصرفها عليكم؟ فلوس حرام. اطمن يا رأفت بيه، كل شيء هيكون تمام. اتفضل يا بابا. شاكر. تعال حبيبي. منصور ابني ربنا يخليه لك. الله يخليك اللي طلعت بيه من الدنيا. اعمل حضرتك حاجه ثانيه يا بابا. لا يا حبيبي خش انت في اوضتك. دي صور لمحاضر الجلسات. انا مش خاين ولا جبان يا متر، لكن لو شفت اللي انا شفته هتقدر موقفي. على العموم الملف ده هيفيدك. انا لما عرفت اللي حصل للدكتوره نسمه قررت اقف معاكم واوعدكم ان هجيب لكم الاصول بتاعه المستندات، بس الموضوع ده محتاج شويه وقت. كنت واثق ان حضرتك هتقف مع الحق. انا معاكم للنهايه واللي يحصل يحصل. سلام يا سامي. عامل ايه؟ ازيك يا وزيع؟ عامل ايه؟ اخباره ايه؟ الحمد لله، بس هو تعبان شويه ما قدرش يجي لك. الله يشرح عليك. ربنا يخليك يا سامي. يلا بقى علشان عصافير بطني بتسوسو واحنا مستنيينك بالصبح. وعلى فكره انت عملت لك الحمام اللي انت بتحبه يا سامس. ماشي يا اتش. طب ناوي تعمل ايه يا سامي؟ مش عارف، بس اروح لواحد صاحبي احتمال يلاقي لي شغلانه. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تاخد دول تحويشه عمري. ابدا بيهم اي مشروع كده لحد ربنا ما يفرجها. خلي فلوسك معاك يا سامي، اعتبرهم سلف لحد ما تتعدل. يا بنتي كفايه اللي انت عاملاه مع هشام. عامله ايه بس؟ ده انا نفسي تطلب مني اي حاجه اعملها لك. هو اللي انت عملته معايا شويه يا سامي ده، انت لو تطلب عناية قليل عليك. تسلم لي عليك يا هند. وانت كمان. بس انا زعلان منك. ايه بس يا شوقي؟ تخرج من السجن بقالك كام يوم؟ ما كلمنيش غير امبارح. يعني مش عاوز اتقل عليك يا ولا. احنا اخوات. اركب. على فين يا شوقي؟ اعرفك بالبيت بوس انا بشتغل معاه. خش بقى على الشغل الكبير. هو ده يا دول وسام اللي انا حكيت لك عليه. راجل جدع وصاحب صاحبي. كاسك يا باشا. بص يا شوقي بيشكر فيك قوي يا سامي، بيقول انك كفاءه. وانا اضمنه برقبتي يا لولو. سامي زي بالظبط، قلبه ميت. متاكد يا شوقي؟ متاكد يا لولو. لولو
صاحبك يعزمه على العشاء. خد دول يا سامي. ايه ده؟ رجاله لولو لازم يعيشوا اعلى مستوى. خدهم يا سامي. شاكين يا لولو بيه. سلام يا لولو. سلام يا شهر. يلا ابو سامي. كل سنه وانت طيب. ليه؟ النهارده انت اتولدت من جديد. شو انا عاوز اعرف انا هشتغل ايه بالظبط؟ لو صبر القتل على المقتول ما كانش اتقتل، احنا نقعد ونتعشى واحكي لك على كل حاجه. ماشي. انت متاكد يا سامي ان هو ده العنوان؟ ايوه هو ده شاوي، ما احنا فوق السطوح اهو. هو عمال يقول انا ساكن في احلى حته في مصر وفي احلى منطقه، وكل ما اقول له اجي ازورك يتوه مني. انت عارف انه كداب بس طيب وصاحب صاحبه. انا وعدت اول ما نخرج لازم اجيبه. يلا شاوي. عيد. عيد. نايم ورا الباب ولا ابو العشوائي؟ ايه يا عم ده طلع الشيت الليمه؟ ازيك يا مصطفى؟ ايه النور ده كله؟ ايه ده عيد؟ ده 02 اصل اشتريتها في السنترال. مبروك عليك. الله يبارك فيك، ده انت نورت العزبه بتاعتي. اتفضلوا اتفضلوا. يلا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ابو العشوائي؟ اهلا وسهلا. شويه شاي على مقصوات حاجه كده على مقاسهم، لو اعرف ان انتوا جايين كنت ذبحت لكم عجل. دايما عامل ابو كرم. كبسه. يلا كبسه. ايه احنا في السليم، ما تخافش يا ابو العشوائي. اظن محدش بيعمل بقى كده يا عيد. استندك لغايه ما تخرج من السجن. ال 500 جنيه يعني ال 500 جنيه احسن وجلال اللي ارميك للكلاب. عيب يا سانتا، احنا عندي ضيوف. اشتريني وخليك جدع. بقول لك ايه، يا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. ال 500 جنيه يعني ال 500 جنيه. ايه ده يا قلق، الفلوس دي عندي. مالكش دعوه انت يا سامي، الموضوع ده انا اللي هحل. منطوق عليه ولا ايه ياض؟ ال 500 جنيه يعني ال 500 جنيه ياض. ولا شغل الحلمبوحه والنهايات المفتوحه. قالك الفلوس دي عندي، يبقى الفلوس دي عندي. انت مالك كده خدت الكلام على صدرك ليه يا كابتن؟ فيا كابتن؟ فاضي اه، فلوسك اهي. ما اشوفش وشك هنا تاني. هو اللي طالب بحقه يبقى على اي كلام ولا ايه يا كابتن؟ يلا عادي اتكل على الله. ماشي. استنى يا قلق، خد مطوطك معاك. يلا. ماشي ليها لازمه يا ابو الاشواق، انا كنت هتفاعله برضه. مش حلو منك. لما اكون عايز فلوس قول لي. ايوه بس انت يعني اول حاجه اطلبها منك بعد السجن اقول لك هات فلوس. يلا احنا اخوات ولا يا ابو سام؟ طبعا يا شاوي، طول عمرك صاحب واجب. وعندي فلوس وعندي عزبه وشعبان دار تجار. اوه بس بقى يا ابو سام. خلاص يا هلا، في ايه؟ بنهرج معاك. اه ده كنت بتهرج. معلش بقول لك يا شاوي، انا ايش معاك 500 جنيه؟ زي ما اتفقنا يا رجاله، العمليه دي انتوا هتتفرجوا بس ومحدش يتدخل مهما حصل. اوكي يا شاوي. لا يا حلو انت اهو، خليكم، انا اللي هجيب الفلوس، الحاجات الهايفه دي لعبتي. انت متاكد يا عيد؟ عيب يا ابو العشوائي، انت بتكلم تلميذ. خد الشيكات. خلي الشيكات معاك وفلوسهم بعون الله هتكون معاك. طب يلا بسرعه يا عيد، ما تقلقناش عليك. طمن نفسك. مين فيكم ذكروني؟ الولد عيد اتاخر قوي. انا قلقان، ما تيجي نشوف. سيبه شويه. انا قلقان يا شاوي. يلا. يلا استناني بره. انا بقول كفايه عليهم كده. استناني بره. حاضر. روح رايح يا عيد. نتعرف بالاخوه. محسوب جنابك شوقي نصر. سامي اؤمره يا اساتذه. الشيكات دي. شيكات ايه؟ دي صوره منها. ارميها في الزباله يا شاطر، وانا اعرف ايمن السلموني ازاي بيع الشيكات بتاعتي لشويه تلاميذ. يعني حركه تدفع ولا؟ ايوه هي ولا دي. فهمت يا شاطر؟ وبعدين انتوا واخدين عليها رفض من البنك، قدموها للنيابه، اشتكوا والمحاكم كتير يا حبيبي. ده اخر كلام عندك؟ ايوه هو ده اخر كلام. عايزنا اغنيها لك ولا عايزين تتعلقوا زي صاحبكم؟ روحوا يا حبايبي اتشقوا في حته تانيه. يلا ابو سام. شرفتوا. Thank you.
عايز تتعلم الشغلانه دي اسمع اللي انا بقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد. سامع؟ بالحرف الواحد. اركب. الله يبارك فيك. تقرير الطبيب الشرعي طلع زي الفل، وبكره في الجلسه هقلب عليهم الترابيزه، خصوصا لما الدكتور عبد العليم يشهد معانا. قولي لي ايه اخبار التحليل عند الدكتور اشرف؟ ناقصه شويه كيماويات بيحاول يدبرها. طب قولي له شد حلو شويه معانا. ربنا يسهل. سيد الرئيس، بعد براءه موكلتي من التهمه المنسوبه اليها وتقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت واقعه التزوير في المستندات، اطالب بمحاكمه المجرمين الحقيقيين في هذه القضيه، وكذلك التمس اجلا لتقديم مستندات هامه ولسماع اقوال الدكتور عبد العليم راضي عميد كليه الزراعه الازهر. قررت هيئه المحكمه تاجيل الجلسه لتحضير المستندات وشهاده الشهود. هل ترصد مساءله الوزير في جلسه اليوم؟ كيف اكتشفتم الواقعه ولماذا الان؟ يا جماعه ارجوكم، انا فعلا مش قادر اجاوب على كل الاسئله دي لانها فعلا تعتبر في اسرار القضيه، لكن لازم تعرفوا كويس قوي انها ينبغي على كل فرد شريف في المجتمع ده انه يحارب الفساد والفاسدين مهما كان مناصبهم في الدوله، وكفايه الناس بتموت قدام عينينا بسبب شويه مجرمين بيتاجروا بصحه الشعب. ايه عماد بيه؟ أرجوك بس تهدى، أنا مش عاوزك تنرفز نفسك بليز. ما عليك فاهم الصحافة، عاوزين جنازة ويشبعوا فيها لطم. عماد بيه، أرجوك ما تقلقش، سيرتك مش هتيجي في القضية. يو هاف ماي وورد. حتى لو شلتها لوحدي. أنا رقبتي معليك. اطمن. حاضر. مع ألف سلامة. مع السلامة. عايز ألبسها لي الكلب. انا اشيلها لوحدي يا اخي، لو حسيت باي خطر هجيب عليها وطيها. انا عايز الموضوع ده يخلص بطريقتك. واضح يا ادهم بيه، ده احنا مش بتوع المبيدات، ده احنا المبيدات نفسها. ما بحبش بقى الكلام الفاضي ده، انا عاوز فعل. الورق اللي بيلعبوا بيه البنت والمحامي بتاعها يتحرق. واضح يا رافض؟ واضح يا ادهم بيه. يا سمسم، بقالي سنه نفسي في الايس كريم ده، انت الوحيد اللي بتجيبهولي. دي الهنا والشفا حبيب قلبي، كل نفسك فيها اجيبه لك، انت اغلى واحد في حياتي يا هشام. ما قلتليش ايه رايك في هندي بقى؟ حلوه. ده اللي احترم نفسك راح اخطبها. ما انا فاهم وانت فاهم، بس بضحك معاك. ماشي يا اتش، بس انا عايزك في موضوع مهم قوي. امر يا خالي. انا مضطر اسيبك عند هندي كده لان ظروف شغلها هتخليني ابقى بره البيت. لا يا عم، انا بحب اكون في بيتي، ثم انا مش صغير يا سامسونج. يا عم انا عارف ان انت مش صغير. بس انا اطمن عليك وانت مع هند، وانا كل خميس وجمعه اقضيه معاه. استعمل بقى اتش شهر ولا اتنين لغايه لما استقر. اللي تشوفه يا سمس. يا سلام، ده يوم المؤنة، ده انا اكسيها واوصلها لحد البيت. بس ناخد راي صاحبه الشأن الاول. رايك ايه يا عروسه؟ الله بقى يا هشام، الكسوف علامه الرضا، ما تطلع طولك يا خالو. مبروك يا هند. الله يبارك فيك يا سامي. الف مبروك يا حبايبي، ربنا يوفقكم. اهلا وسهلا بالشباب، اتفضلوا منورين. امورها يا شباب. الشيكات دي؟ شيكات ايه؟ انا ما مضيتش على شيكات. هات الفلوس يلا وبلاش رمضة. مش دافع. يعني ايه؟ يعني مش دافع، اصل انا صايع وبلطجي، ولو ليكوا شوف حاجه يلا العبوا مع هوجن ودوجن. اهدى اهدى، وانت وهو ما تنفعلش. ورا كمان اسمه الفلوس تتعس، فاهم؟ اسمه حد، اسمه واحد. انا اسمي هو الواد اللي اسمه
انا ام كلاني جاره الست مسامي الله يرحمها. يا هند يا بنتي انا جايه متعشمه فيكي خير، وسامي لو كان يعرف ان احنا جيران امه الله يرحمها ما كانش عمل كده في ابن كلاني. لكن للاسف سامي كان في الجامعه وابن كلاني كان صغير في الاعداديه. انت متاكده ان سامي هو اللي عمل في ابنك كده؟ وانا يعني هبل عليه سامي مش ممكن يعمل كده. ده كان هياكلني بلحه في نفخي يموتني. والنبي وحياه مامت حضرتك اوعي تقولي له ان انا قلت لحضرتك لحسن يكسر لي المحل ده، مش هيعتقني. ربنا ما يرميكي في ضيقه يا هند يا بنتي. هقول له يصبر على الولا شويه، هو صحيح غلطان ويستاهل اطمر قبله. ده هو اللي حلتي يا هند يا بنتي، ماليش غيره في الدنيا. خلاص يا ست ام كلاني انا هتصرف، ما تشيليش هم. ربنا يكرمك. منور الدنيا يا سيف باشا. ده نورك يا لولو بيه. مين اللي مع لولو بيه؟ يوسف صبيح رجل اعمال كبير قوي. امرني يا برنس. لولو احنا اكتر من اخوات وبيننا تعاملات كتير. اكيد طبعا. انا واقف في مشكله ومش عارف احلها. امرني. انا اتورطت واشتريت شيكات ومش عارف احصلها، وعارف انك انت الوحيد اللي هتقدر تحصلها. شكرا يا شاور. فين الشيكات؟ الشيكات رافت سليم؟ لا يا باشا، الشيكات دي اتباعت اكتر من 10 مرات وما عرفوش يحصلوها. الشيكات دي تعتبر معدومه، محدش هيقدر يشتريها مني غيرك يا لولو. لو حد غير رافت سليم يا سيف انا تحت امرك، انما رافت صعب. بعد اذنك يا لولو بيه. الشيكات دي احنا هناخدها. رافت سليم يا سامي، ما انتش قد. اسمع كلامه يا لولو. وفلوسهم عندي. ماشي يا ابو سامي هاخدهم. اوكي يا سيف باشا هاخد الشيكات، بس هدي لك منها 40%. الست جت ترجعني هي وابنها، هي دي الشغلانه الشريفه اللي انت اشتغلتها؟ اسمعيني وافهمي يا هند، انا بعمل كده عشان انت وهشام عم لطفي تعيشوا عيشه كويسه زي ما خليق ربنا. مش من الحرام يا سامي. يا هند انا ما بسرقش حد، انا برجع الناس حقهم وباخد عموله. احنا مش في غابه، في حكومه تاخد للناس حقها، لكن اسلوب البلطجه ولوي الدراع الناس الغلابه من غير حق ده لا يرضي رب ولا دين. اسمع يا سامي ابعد عن الطريق ده. لو لسه متمسك بيا ما اقدرش ارجع تاني للايام السودا دي، بعد ما حسيت ان خوف مش ضعيف، ان عايش مش ميت. وانا كمان ما اقدرش ارتبط بانسان بيضحي بحياه الناس عشان الفلوس. اتفضل دبلتك اهي. ماشي هسيبك على راحتك. انزل. مين؟ عايزين ايه؟ ده مؤاخذة رفض بيه. ما لقيناش فريق نقابلك ده غير الطريقة دي. تقابلوني ليه؟ الشيكات دي. في حد برضه يحصل فلوسه بالطريقة دي؟ ايه احنا؟ تبع سيف؟ ده كان زمان. الشيكات معلومة كمارة، يعني احنا.
احنا عايزين الشيكات دي ودلوقتي حالا، عايزين فلوسها. انتوا اكيد مجانين، فلوس اللي انتوا عايزينها دلوقتي. مش فاهم، في حد برضه يمشي في الشارع بمبلغ زي ده؟ رفض بيه الفلوس في الخزنه، خدنا في الشركه، يعني تيجي معانا من سكات. يلا يلا معايا. الفلوس اهي، خدوا اللي انتوا عايزينه. احنا حقنا 2 مليون جنيه ونص مش اكتر. حقكم يا ابني، انتوا مش هتلحقوا تتهنوا بيه. بقول لساعتك ايه، عايزين حاجه نحط فيها الفلوس دي كمان. ما تخافش هنرجعها لك. ده اذا لحقتوا ترجعوا. اتفضل يا لولو بيه، 2.5 مليون جنيه. انت عيال ما جابتكمش ولا لا؟ خد يا سامي، خد يا شوقي. كتير يا لولو. وعربيه جديده لكل واحد فيكم، انتوا تستاهلوا اكتر من كده. اصل انتوا ما تعرفوش مين رأفت سليم. العمليه دي هتسمع في السوق وهنبقى في السما. رجالتك وتلاميذك يا لولو بيه. طلعت راجل يا سامي، ما خيبت الظن فيك، رغم ان انا كنت خايف لا تفشل في العمليه دي عشان انتوا مش قد رأفت. بس انتوا طلعتوا بمية زيه. بس خدوا بالكم، رأفت نابو ازرق ومش هيسكت. ما تقلقش يا لولو، احنا قد ودود. لا حبيبي اقلق، انتوا ثروه قوميه. قوم هاد انت وهو، حضروا نفسكم احلى سهره لاحلى. هيا يا دكتورة نسمة، لقيت لكم وصول المستندات، نتقابل فيها. Thank you.
اسمع شاوي، انت تطلع من هنا على طول على البنك تاخد الايراد اللي معاك تسلمه عشان في شيكات تستحق الدفع، بس المره دي علينا. انا يا لولو، بس انا حاسس انت تعبان شويه، هوصلك لحد العربيه. انت فاكرني كبرت ولا ايه؟ يعني انا هدفنكم كلكم واحد ورا التاني وافضل عايش. يلا لا متاخرش عليا. من انا يا كبير. داري جمالك شوية يا رافض، انهي مشاكلك وكفاية اللي احنا فيه. مشاكل؟ مشاكل ايه يا ادهم بيه؟ انت فاكر ان انا مش عارف انت بتعمل ايه؟ سدد ديونك وكفاية الراجل اللي انت قتلته. يا باشا انا كنت خلاص غير. عملت ايه في موضوع المحامي؟ سيادتك اعتبر الموضوع منتهي. عايزك تخلص موضوع القضية دي بأي شكل، لأن الصحافة هتاخدها حجة وتفضل تهاجمنا. عشان كده عايز عينيك أنت ورجالتك ما يغفلوش عنهم. واضح؟ أوامرك يا أدهم بيه. أشرف عملت إيه؟ الدوسي ده في نتيجة تحليل العينة. في كمان تقارير من أهم 2 دكاترة في كلية الزراعة. بس اكيد في حاجه غلط. خدي الدوسي ده واهرب. طب وانت؟ اهرب انت يا دكتور، انا هتصرف. Thank you.
انتوا رجاله انتوا؟ خلاص خلاص اسمعني، تلم الرجاله كلها وتجيني دلوقتي حالا. جاتكم القرف. ايه ده؟ مساء الخير يا سعاده الباشا. انت دخلت هنا ازاي؟ ده انا مزيتك يا رافض بيه. اسمع انا هديك كل اللي انت عايزه. عايز يا سعد؟ روحه روحه روحه. سلام يا هشام. روح عند هند وخلي بالك من نفسك. وانت مش هتيجي معانا يا خالو؟ انا عندي مشوار اخلصه واجي لكم بعدين ان شاء الله. يلا يا هشام. بقولك يا شاوي، انا بقول لغايه كده وكفايه، انا زهقت من السكه اللي كلها دم. ايه؟ احنا اخترنا السكه دي يا ابو السام. انا قصدي سكه لولو كمارة والبلطجه. وليه بتسميها بلطجه؟ تسمح سامي؟ احنا فين يا شاوي؟ مش عارف. اثبت انت هو. خلاص اهدى. من سامي ومن شاوي. سامي وشاوي. وساعدتك تطلع مين؟ ده ادهم سيف الدين يا سامي. انا عارف ان انتوا اللي قتلتوا رافض، وانا اقدر قوي الرجاله اللي ما تسيبش حقها ابدا. كده كده رافض كان هيتقتل. طلباتك ايه يا ادهم بيه؟ اولا ننسى اللي فات، ثانيا انا طالب منكم خدمه، خدمه بمقابل، والمقابل 1,000,000 جنيه. وهي الخدمة دي أدهم بيها؟ في جدع معاه أوراق فيها رقبتي، الأوراق دي أنا عايزها بأي ثمن. واضح؟ مع إن رقبتك تساوي 1,000,000 مش 1,000,000 بس، لكن أنا مش هساومك. اسمع يا أدهم بيه، إحنا هننفذ كل طلباتك لأنك صريح وجاي من الآخر، بس عاوزين نعرف إيه المطلوب بالظبط. Thank you.
مين؟ عايز تضيع مننا الراجل وتضيع احنا كمان وتضيع مليون جنيه؟ انت اللي مش عارف مدحت ده مين؟ ده راجل بيقف مع الحق وبيدافع عن الغلابه. واحنا مالنا يا اخي؟ احنا مالنا؟ ادهم لو عرف ان احنا معانا الورق وما خدوش مش هيرحمنا. اسمع يا شوقي، بالنسبه لي مش مهم اللي يحصل، بس الورق ده ما حدش هياخده. يبقى كل واحد مننا يروح لحاله. لو دي قصاد دي يبقى انت اللي اخترت. سلام يا شوقي. استنى. خد دول. بقيت حسابك من العمليه اللي فاتت، وكده يبقى احنا صفينا حسابنا. خليهم لك اللي مش عايزه. استنى يا سامي ما تمشيش. بلاها يا اخي المليون جنيه وبلاها ادهم. انا لا يمكن اخسرك ابدا، انت ليك دين في رقبتي غالي قوي، اغلى من اي حاجه. بس انا عايز اعرف سبب اصرارك ان احنا نرجع الورق للراجل ده. الراجل ده هو الانسان الوحيد اللي وقف جنبي لما حبل المشاكل كان بيقرب من رقبتي. لا يعرفني ولا اعرفه. كل الحكايه انه صدق ان انا بريء. الانسان اللي زي ده شوقي لازم ابدي بروحي. تفتكر لو خيروني بين ادهم وملايينه والاستاذ مات هتختار مين؟ بس انت عارف ده هيجر علينا ايه؟ ادهم مش سهل. ما احنا برضه لحمنا مر يا شوقي، ولا الفلوس مزغلله علينا؟ عيب يا ابو سام. احنا على الحلوه والمره سوا، ومطرح ما ترزي هندوبلها. سامي صباح الخير يا استاذ. انت فين يا راجل؟ تعالى اتفضل خش. انا باظه في ضيف تاني معايا. اتفضل. انت يا سامي، وانا بقول شفت العينين دي فين؟ انت عارف ان انا ما نمتش امبارح بسبب المستندات دي، خصوصا اني ما ضفتهاش لورق القضيه، كنت خايف ايد تتمد عليها، عشان كده سبتها لاخر جلسه. بقول لك يا سامي، انت بتشتغل لحساب ادهم. انا مش من رجالته، بس الظروف هي اللي حكمت. انا مش هسالك سرقت الورق ده ليه، لكن لازم تفهم ان الورق ده قصاده ارواح ملايين. ما عشان ارواح الملايين دي يا استاذ، انا جبت الورق ده لحضرتك وجيت النهارده. اسمع يا استاذ مدحت، احنا غلطاتنا كتير وذنوبنا اكتر، بس ذنب كبير قوي زي ده ما نقدرش نتحمله. احنا ما صدقنا نعمل حاجه واحده صح في حياتنا. ولا يا شوقي؟ ومن قلوبنا والله يا استاذ. انا عارف انك راجل وتقدر تحمل الورق ده كويس. خليه معاك ولما هعوزه هطلبه منك. في رقبتي يا استاذ. يقدر يقف قدامي. واكره قوي الغبي اللي فكر انه يتعب. كام فوق الاتفاق وتسلموني الورق وتخلصونا؟ مش فلوس يا ادهم بيها. امال ايه يا بابا؟ الاهم من الفلوس الضمير. ضمير؟ انت سمعت فين يا بابا الكلمه دي؟ انتوا اخر ناس تتكلم عن الضمير. ده ما كانش اتفاقنا. احنا كنا فاكرين اوراق عاديه، لكن لما تدمر البلد وتاذي الناس تبقى حاجة تانية خالص. اسمع يا شاطر، أنا كان عندي مليون واحد غيركم يوم بالمهمة اتفق ويتمنوا بس إشارة مني، بس أنا اخترتكم أنتوا. هتلعبوني، هتخشوا في نفق ضلم ملوش نهاية. اسمع أنت، لغة التهديد دي ما بتاكلش معانا. التقارير معايا وأقدمها للمحكمة بنفسي. حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس، وكفاية فساد بقى. فساد؟ حلوة قوي طقم الوطنية ده. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. أنا التعامل معايا زي التعامل مع المتفجرات. الغلطة الأولى هي الغلطة الأخيرة. سامعين؟ مالكم في ايه؟ خطفوا هشام ابن اخت سامي. ايه؟ خطفوه؟
ومين اللي عمل كده؟ أدهم سيف الدين. معقولة؟ أدهم سيف الدين أكبر رجل أعمال في مصر يعمل كده؟ طب ليه؟ عشان الورق اللي معانا ورحمة أمي في تربتها لو حصل حاجة لهشام مع عتاوة. بص يا شوقي، أدهم مش هياخد الورق ولو دفع 100 مليون جنيه، مش مليون واحد. اسمع يا سامي، مليون جنيه؟ لازم نفكر ونخطط هنعمل إيه، وهشام ما تخافش عليه، لأن دي آخر ورقة بيلعب بيها أدهم. ما تعليش صوتك يا بابا وخليك محترم. المحاكمة فاضل لها يومين، تسلمني التقارير أسلمك ابن أختك. وعشان انا راجل عندي ضمير وما احبش اكل حق احد، هتاخده بقيه الاتعاب. انا عايزك تفهم حاجه، احنا في كل الحالات هنخرج من القضيه دي، الخسران الوحيد هيكون انت. طبعا انت مش هتقل عقلك وتدخل البوليس بينا، والا ساعتها ابن اختك مش هتجوز عليه الا الرحمه. اسمك ايه؟ كاميليا. وانتي اللي عرفك بحكايه الورق دي؟ شوقي. وايه الضمان انك تسلمين الورق قبل الميعاد؟ يا ادهم بيه، انت مش محتاج ضمان، وبعدين انا اللي جايه لك. وشوقي، دول مليون جنيه يا ادهم بيه. بدك ادهم بيه ازاي؟ أوكي. أهلا يا حبيبي، مساء الخير يا سامي. مساء النور. كنت بتعملي في اوضه سامي؟ ابدا، كنت بوضبها. دايما تعملك معانا يا كمال. تعبك راحه يا سامي. ها، عملتوا ايه؟ عرفتوا مكان هشام؟ ربنا يسهلك يا مريم. بقول لك ايه، احنا تعبانين شويه ومراهقين، ممكن تعملي لنا حاجه نشربها؟ من عينيا. تشربوا ايه؟ اتنين شاي من الحته الناعمه دي. بقول لك ايه يا كمال، عمر يا حبيبي، ماليش معاك 20,000 جنيه لحد اخر الاسبوع. لو مليون يا حبيبي مش هعزهم عنك، بس الحكايه ناشفه اليومين دول بعد ما لولو بيما مات. ماشي يا كمال. افتح عيد، افتح عيد وبطل مع يالا. العيل هو اللي ما عملش حساب الصحوبيه يا زمر. افتح يالا، انا عايزك في عمليه كبيره. افتح يا عيد. ولما انت عايزني في الكبيره سبتني في الصغيره ليه؟ صغيره ايه يا جدع؟ تعالى بس. يا سلام، خش في عيب، خش. ده انا ليا 10 ايام قاعد اديكوا رنات لحد ما الكارت بتاعي خلص وانتوا ولا عبرتوني. ما تروق يا واد، احنا ما بنستغناش عنك يا ابو العيال. لا بتستغنى يا اخويا. ليلي يا عيلي يا زمايلي البورش والقروانه، وانا هتحتاجوني في ايه؟ وانتوا شكلكم كده الفلوس جريت في ايديكم. ما هي الدنيا كده، قلابه مرجحه، ساعه فوق وساعه تحت، بس انا افضل طول عمري تحت. مع السلامة بقى، عشان عندي غسيل. عيد، احنا عايزين متفجرات. يا نهار اسود، متفجرات؟ عيد اسمع، احنا داخلين على عملية كبيرة قوي، مفيش غيرك هيساعدنا فيها. لا ما كنتوش بس بتصعبوا عليا، طلباتكم ايه؟ والحب كله حبيته فيك. قوم يا مصري، مصري. قوم يا اسمك ايه؟ قوم يا فكري. والحب كله حبيته فيك. سلام سلاحي مناضل. انت مين؟ انا عيد. مين؟ عيد. عيد مين؟ عيد بتاع شارع الهرم يا مناضل. ابن نعيمة؟ ايوه. ازيك يا عيد؟ ازيك يا مناضل؟ ازي يومك يا عيد؟ الحمد لله. مين دول؟ تعالوا. متشكرين. يلا. بص يا ده المناضل. تعالى. احنا عاوزينك في خدمة كبيرة يا مناضل. انت تؤمر يا ابو ال، هو اسمه ايه؟ ابو الاشواق. مين؟ ابو الاشواق. انت تؤمر يا ابو ال، مش اسمك كده برضه؟ ابو الاشواق يا مناضل. شوف ابو ال اسمه ايه؟ ما دام رضيتوا تشتركوا مع المقاومه الشعبيه مع شباب السويس، يبقى كلنا في خط النار. نار ايه وسويس ايه يا عم المناضل؟ انت اسمك ايه؟ انا سامي يا مناضل. احنا في حاله حرب يا اخويا، انت مش عايش ولا ايه؟ هو صحيح انور السادات بقى رئيس الجمهوريه وهو اللي هيقوم بالحرب؟ الحرب خلصت جيم من 33 سنه. خلصت؟ ومين اللي كسب؟ احنا يا عم، احنا. وعبد الحليم حافظ اخباره ايه؟ عبد الحليم حافظ مات الله يرحمه ويحسن اليه. مات؟ لا اله الا الله. ومين مسك بذلك؟ ايه يا عم المناضل، ما تفوق لنا شويه. والله يا ابني ما حد قال لي.
الازازه كمان خلصت. اروح هروح اجيب واحده تانية واجي لكم. ما حدش يمشي، ما حدش يلعب في حاجه. تلعبش في حاجه يا عيد. حاضر. ايه يا عيد؟ تجيب من الراجل فات الزمن ولا ايه؟ هو كده لما بيسكر بيرجع للماضي، لكن لما يفوق بيبقى زي الفل. هيفوق امتى يا عيد؟ هيفوق يا عمي، بس هو متقل في الشرب شويه عشان كده بقيت معاه. المهم انه أأمن راجل في الكون، ولو حبك يضيع عمره عليك. انت متاكد يا عيد؟ ايوه متاكد. ما تاخرتش. ازيك يا عيد؟ ازاي يومك؟ تعيش يا مناضل. ماتت الله يرحمك يا نعيمه. بص يا عم المناضل، احنا كلنا معاك على خط النار وعايزين مساعدتك. تؤمر؟ متفجرات هي ليلة سودة. تعال. كم كيلو؟ كم كيلو ايه؟ قول كم حتة يا عم. احنا هنقي خلاص الجودة بالموجود. خدوا اللي كافيكم وخلوا الباقي الحلف الأطلنطي. يلا. اسمع يا سامي، اللي انت بتقول عليه ده مش سهل، المهمة صعبة، صعبة قوي. احنا لنا طرقنا يا استاذ مدحت، مش هيكون اصعب من اللي حاطيننا فيه. عيب يا مدحت، وانت بتكلم تلامذة. شوف يا سامي، انا هرتب كل حاجه، بس في حاجه لازم تبقوا عارفينها كويس قوي في الاول، ان انت وشوقي اللي في وش المدفع. احنا طول عمرنا في وش المدفع على البين. اهم حاجه الورق يا سامي، انت وشوقي مطمنين عليه؟ الدبال الازرق يا متر مش هيعرف يوصله. ايوه كده عين العقل يا بابا. بص بقى، عايزك تسمع اللي هقوله لك وتنفذه بالحرف الواحد. مستعدة للمهمة يا نسمة؟ مشوار بدأناه ولازم نكمله مهما كان التمن. وانت يا هند؟ ما تقلقش يا استاذ مدحت، وراك رجالة. كده تمام يا عدلي. وريني كده. اتكلم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. كويس كده. الميكروفونات دي هتدينا اشاره تعرفنا في المطرح. خد بالك من نفسك يا شباب، ما تقلقوش عليها بهواك، كله هيبقى تمام ان شاء الله.
على سلامتك، انت كله تمام؟ انا كويس يا خالي. الحمد لله على سلامتك. سامي خلص. حاضر. هشام روح لعم وايد. ما تروحش يا خالي. هشام اسمع كلام. حاضر يا خالي. ازيك يا هشام يا حبيبي؟ ازيك يا عم وعيد؟ اطلع بسرعة يا احمد، ما يهربوش من هناك لحظة واحدة. يلا في عربية مراقباني. اتسرع. العربية هربت مني. تابع شوقي يا سيف وانا جاي لك على طول. اوعى يفلت منك. دكتورة نسمة. دكتورة نسمة. حلو. عملت ايه؟ كله تمام. سيد الرئيس، إن هذه القضية ليست مصدر اهتمام من بداخل مصر فقط، فهي جريمة ترتكب ضد الإنسانية، فإن هذه المواد هي السبب الرئيسي لوجود السرطان في مصر. سيد الرئيس، زميلي يحكي خطبة سياسية وليس لها أي علاقة بموضوع القضية. وكمان يا سيادة الرئيس، فين المستندات اللي بتأيد كلامه ده؟ اعتراضك اتسجل يا أستاذ، اتفضل. سيد الرئيس، إنها ليست مجرد قضية جنائية عادية،
إنها قضية سياسية من الدرجة الأولى، قضية وطن. أما بالنسبة للمستندات فسوف تكون بين يدي عدالتكم، ولكني أولاً أرجو من عدالة المحكمة أن تتيح لي الفرصة لإكمال مرافعتي. تفضل كمل. خدت كام يا كمالي؟ مليون يا سامي. وش هاوي؟ بحبه، بس بحب الفلوس أكثر. وكما هو ثابت في أمر الإحالة، فإن مرتكبيها هم الماثلون في قفص الاتهام، وهم من رجال الأعمال ومن بعض كبار موظفي وزارة الزراعة الذين قد باعوا ضمائرهم بهدف المال. إن الخطر الحقيقي سيد الرئيس أن يكون عدوك من داخل هذا البلد، بل من أبنائه، فهو طارة مستمداً قوته من وزارة ينتمي إليها أو حزباً يخوله التصرف كيفما يشاء، مستتراً ومحتمياً بالحصانة. سيبوه. أقصد مدحت! أنت مين يا رجل أنت؟ مدحت أفندل! أنت مين يا رجل أنت؟ أنت الأستاذ مدحت! أنا اللي بسألك أنت مين؟ رد عليا، أنت الأستاذ مدحت! أنت اللي مين؟ إذنك يا سيادة القاضي، ده حامل دليل إدانة المتهمين، أنا الأستاذ مدحت. تعبتوني وقرفتوني، الحنطور بيلف بقاله ساعتين، الجرد ليك، يلا. سلام عليكم. هي دي المستندات اللي بتثبت صحة كلامي، وأرجو من معاليك سماع التحليل العلمي من الدكتورة نسمة سيف الدين. خليها تتفضل. شكرا. سيادة القاضي، التقارير اللي قدام حضرتك بتثبت أولا هرمون التومست المسؤول الأول عن تكبير الخضروات وخاصة الطماطم يأتي من بعض الدول المجاورة بطرق غير مشروعة ومشروعة. هذا الهرمون يؤدي إلى الفشل الكلوي والكبدي فورا. يتم تعبئة هذه الهرمونات في عبوات مختلفة بأسماء مختلفة لدخولها مصر. أصبح السوق المصري مستودع لأطنان من الهرمونات والمبيدات المسرطنة والمحرمة. سيادة القاضي، أحب أوضح لحضرتك حاجة أخيرة. هذه المبيدات خطورتها تفوق الإيدز، إنفلونزا الطيور، السرس، وهي العامل الرئيسي لوجود السرطان في مصر. شكرا سيدي الرئيس. مين في كل معاه الورق؟ الورق معايا اهو في الشنطه. المليون جنيه يا ادهم بيه. يا ادهم بيه الورق معايا انا يا ادهم بيه. شوقي؟ لا راجل. إن في هذه المستندات نتيجة التحاليل التي تثبت أن هذه المواد محظورة. أطعن يا سيادة الرئيس، لأن هذه العينة لم تؤخذ بالطريقة الرسمية. أنا أؤكد لسيادتك أنها أخذت بالطرق الرسمية، لذلك أطلب من معاليك سماع أقوال الضابط المسؤول عن العينة، الضابط أحمد فهمي. الضابط أحمد فهمي، تفضل. إيه ده يا ماما؟ ورق أبيض؟ ورق أبيض؟ زي الشنطة. إيه دي الشنطة؟ الشنطة اللي فيها الورق. شندي، امرك يا ادهم بيه، لخص. لا شاوي، الحقني يا شاوي. تفضل يا استاذ. سيد الرئيس، عناصر المسؤوليه متوفره في حق المتهمين من الخطا والضرر بالصالح العام، ولذلك نلتمس من عداله المحكمه باسم الانسانيه وباسم هذا الشعب الكادح الذي عانى وما زال يعاني من هؤلاء ان تكلفوا النيابه العامه بالتحقيق مع المسؤول الأول السيد وزير الزراعة.
موجود. معلش اصلها عدت الخط الاحمر، وانا اللي عدي معايا الخط الاحمر ما حبوش. الورق يا بابا. اتفضل يا باشا. ايه ده يا بابا؟ ده ضمان خروجنا من هنا. ازاي يعني؟ ده ريموت كنترول، والشنطه دي مليانه متفجرات، اي حركه غادر اكبر حته فيك هتبقى قد كده اهو. شفت بقى يا بابا انكم زباله، شفت بقى انكم ما تستحقوش الحياه. سايبينها لك ادهم بيه انت واللي زيك. يلا يا شاوي. اتفضلوا يا بابا. اتفضلوا. مع السلامه. شفت الشقه وروح امك. شفت يا بابا. بعد العرض وفحص المستندات المقدمة، رأت هيئة المحكمة واطمأنت أن هؤلاء المتهمين قد باعوا ضمائرهم للشيطان وزاعوا في الأرض فسادا. إن هؤلاء المتهمين كادوا أن يقضوا على جيل بل أجيال من الرجال والسيدات والأطفال. إن أبسط حقوق هذا الشعب هو الطعام الآمن، ونحن كهيئة محكمة مصرية سنضرب بيد من حديد على كل هؤلاء العابثين بمقدرات هذا الشعب، ومن أجل شرفاء هذا الوطن، ومن أجل عيون أطفالنا وشبابنا. لذا فقد قررت هيئة المحكمة حكمها الآتي: كلفت المحكمة النيابة العامة بسرعة التحقيق مع مسؤول وزارة الزراعة في التهم المنسوبة إليه، كما حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. رفعت الجلسة. عايشين بدموعهم في عينيهم